اخر تنبيه سينو تشعل البلاد المحمد الغنوشي واللي مبصع فؤاد تعرفش علاش لنا عليكم من قمنا ولا نعطوك 20 سنة باش تفهمنا وسيادة شعبية مش نظام ديكتاتوري حكومة انتقالية من غير تجمع دستوري طالبوا بالمساواة بين جهات الجمهورية المدخيزاق تعطوا خدمة والبطة تعطوا شهرية ومش مزية ما لا قولي علاش حطوك لازم تاخو العبرة من الديكتاتور اللي طيحوا الفيسبوك لي صاير الكل جرتكم انتوما يا حكومة وليناش نعسوا عالحومة انطلبوا بجمهورية ثانية عرس والعين رد بالك تخمم تعاوز سيناريو 87 كنا فايقين من بطال للشهر حاشتنا برجال بالسلطة كيف رشيد بن عمار ايه نرضى نتشنق على كلمة الحق ما اقسم بالله قصرك ما يتحرق اسمي جيتو انا كانت حب اقرا الوصايا مسيو ما تخوفليش 10 ملايين راجل ورايا جان الكرامة لقينا سرنا للكرتوش كانت قرعة الشعب شباب سيسيوخ ما تعرفوش حبوا المواطن بكوش خبز معاكم ما ياكلش سراق سقاط حاشا لي ما يستاهلش على جان الكرامة لقينا سرنا للكرتوش كانت قرعة الشعب شباب سيسيوخ ما تعرفوش حبوا المواطن بكوش خبز معاكم ما ياكلش سراق سقاط حاشا لي ما يستاهلش باسم الشعب نطالب بمحاسبة الناس اللي تخاف لازم يرجع حق الشهداء اللي ماتوا في المظاهرات محاسبة الإدارات والإدارات تحقيقات ومقاضات عمار كاتسونكار تتبعوا محاكمة زين الفاسقين فمش ما ترجع لفلوس متاع 26 استنطاق ضباط الميليشيات والتحقيق مع لجنة الفرز اللي غشت في الانتخابات فيا نهار الحساب لأي مسؤول كذاب اللي غلى علينا الخبز واللي نسعوا منع الحجاب اللي سكر الباب في وجه الحوار مع الشباب وسين طالب الشيش باش عالحكم يعمل انقلاب طالب بالحزب الحاكم باش يخلي البلاصة والتحقيق في كل رصاصة خرجت من يد القناصة والرقاصة تتضرب لين تتسلب لين الحجامة ترجع للفو 500 كيلو على جال الكرامة لقينا سرنا للكرتوش كانت قرعة الشعب شباب سيسيوخ ما تعرفوش حبوا المواطن بكوش خبز معاكم ما ياكلش سراق سقاط حاشا لي ما يستاهلش على جال الكرامة لقينا سرنا للكرتوش كانت قرعة الشعب شباب سيسيوخ ما تعرفوش حبوا المواطن بكوش خبز معاكم ما ياكلش سراق سقاط حاشا لي ما يستاهلش محقنا الدكتاتورة في وقت قياسي مواطن عادي ماني تابع حتى تيار سياسي ناس ولد في بعض ادواسي باش فكينا الحرية لوغ نطالب التيتر يتعدى في القناة الوطنية ومش مسية هذه الديمقراطية وفات المسرحية قاتل ذات متاحهم وافي نكونوا شرارة تشعل الأمة العربية مسير الزينة لازم يكون مسير مبارك والقذافي طالبوا الحكومة باش ترفع في الأجور وطالبوا بلجنة مستقلة تعمل تنقيحات في الدستور تسكاني ميزانية البلاد وتعمل ميزاجور سيدي الرئيس نعرف لي انتي مذعور نعرف روحي قلت الحق ومستعد باش نتضرب بكلامي للرئيس الحالي زايد نحكي على الهرب ابعث ميليشياتك باش تقتلني في فوشانة ماتوا 100 شهيد خلي باش ما نموتش انا على جال الكرامة لقينا سرنا للكرتوش كانت قرعة الشعب شباب سيسيوخ ما تعرفوش حبوا المواطن بكوش خبز معاكم ما ياكلش سراق سقاط حاشا لي ما يستاهلش على جال الكرامة لقينا سرنا للكرتوش كانت قرعة الشعب شباب سيسيوخ ما تعرفوش حبوا المواطن بكوش خبز معاكم ما ياكلش سراق سقاط حاشا لي ما يستاهلش على جال الكرامة لقينا سرنا للكرتوش كانت قرعة الشعب شباب سيسيوخ ما تعرفوش حبوا المواطن بكوش خبز معاكم ما ياكلش سراق سقاط حاشا لي ما يستاهلش على جال الكرامة لقينا سرنا للكرتوش كانت قرعة الشعب شباب سيسيوخ ما تعرفوش حبوا المواطن بكوش خبز معاكم ما ياكلش سراق سقاط حاشا لي ما يستاهلش جيتو انا 2011 اخر تنبيه سيدي الرئيس